بس تعمل حاجه تبقى مظبوطه مش طايق اي حاجه منه لبس نانا عاد يا دكتوره نانا يعني سمول ان سايز يا جماعه الحته اللي فاضله مش كبيره وانتوا اللي هتطوروها وجع القلب دوت عايزين اخر الناس بقى انا عايز على 9 وربع بالكبيره يكونوا ايه خرجنا بره السلطه فاديني بقى فرصتي لو سمحت هاي من لبس نانا يعني سمول ان سايز دوارف تيب ورم ايه دوارف ده؟ يعني وزعة قزم دودة صغيرة 2-3 سنتيمتر بس مش اصغر واحدة في السيسوت مين اقصر منها؟ هي 2-3 ملي بس اللي كان يبقى سيرادي روسس واخواتها بقى مالتي روكلاس والحاجات طيب دي دودة صغيرة جدا 2-3 سنتيمتر او 4 سنتي اسمها هاي من لبس نانا بتبان كاملة تحت الميكروسكوب. يا ابني اسمع عشان دي من أهم الديدان في الامتحان اللي جاي. عشان دي ذا كومنست سيستوليك ايجنت. أكتر دودة سيستولية في مصر. يعني أكتر إيج تشوفها في الستول بتاع البيشنتس أو الأطفال المصريين العيانين هي بتاعت الاتش نانا دي. من أكتر وأهم رسومات حياتنا البيضة بتاعت الاتش نانا. بص احنا شغالين برولز من اول سنه لحد دلوقتي من اول الترينتات لحد دلوقتي هنكسرها كلها ونغيرها في الاتش نان كويس واحد it is a commonest cystoid agent يبقى لو قال لك مين اكتر سيستودا منتشره في مصر تقول له مين يا ابن انت معاه عشان نتكلم كده بس معايا هاي من لبس نانا او اتش نان قلنا جميع الدود اللي فات كان عنده يا اما مفيش خطاطيف خالص في راسه مش كده يا اما صفين يا اما سبعه دي لسه جايه في اخر واحده خالص النهارده. دي فيها صف واحد بس من الخطاطيف، ادي برضه استثناء ان هي فيها only one row of hooks of denoid hooks على السفوليكس بتاعها. كويس. يبقى اكثر سيستودا منتشره وعندها صف واحد بس من الخطاطيف، اسمع لو سمحت. هل عمرنا خدنا دوده من غير عائل وسيط؟ ردوا عليا. احنا خدنا 9 تريماتود وخدنا 8 سيستود حتى الآن. خدنا 18 واحدة، عمرنا خدنا واحدة من غير عائل وسيط؟ ولا عمرنا هناخد واحدة من غير عائل وسيط في التريمتود والسيستود إلا الهايمنا لبس نان، الوحيدة اللي مش محتاجة عائل وسيط. يعني دايركت مان تو مان ترانسميشن، الحاجة الوحيدة اللي محتاجة دماغك هي الحتة دي في آخر الحصة، اسمعني بقى، لحد آخر الحصة يعني. الدودة الوحيدة اللي العائل الوسيط بتاعها أوبشنال حسب مزاجها او لا هي مين؟ الاتش نان. الاتش نان الوحيده اللي تكمل السايكل بتاعتها من غير عائل وسيط. مهمه جدا واخطر معلومه في الاتش نان هي دي الدوده الوحيده في كل البلاتي المنسز اللي مش محتاجه عائل وسيط. ممكن مان تو مان ترانسميشن. وممكن يكون فيها عائل وسيط. اذا دي عندها كام سايكل هنرسمهم؟ سايكلتين. سايكل مباشره اللي من غير عائل وسيط. وسايكل غير مباشرة اللي فيها عائل وسيط. طيب. الديفينيتيف هوست هيبقى مين؟ كالعادة، ده عادي بقى خلاص. حتة المان يتشال يبقى انترميديت انتهت خلاص، ها؟ مان طبعا ديفينيتيف هوست. لو مفيش عائل وسيط هيبقى المان برضه هو الانترميديت هوست، صح؟ مفيش هنظر انيمال في النص، عشان كده اسمها دايركت مان تو مان ترانسميشن. طيب الهابيتات في السمول انتستين بتاعت البني ادم، ما فيش غيره اصلا، صح ولا لا؟ الاول تعالى قبل ما نخش في موضوع اوبشنال ده نشوف شكلها ايه الدوده دي. تعالى نرسم السكوليكس بتاع اللي لبس نانا. تتحرك خالص تتحرك فين؟ تعالى يا حمادة السكوليكس بيبقى سفيريكال ان شيب وعنده السكرز بتاعته عادي جدا زي قبل كده ادي السكر الشمال وادي السكر اليمين
وادي الصدر اللي في وشك وصدر الناحيه الثانيه. only one row listen طبعا of hooks. one row of hooks on rostellum. that is works. الماتيور سيجمنت بتبقى مستطيله. كل مره يا دكتور النمبر اوف تيستس كان قد ايه من اول السيستود يعني من النهارده؟ كتير قد 300 و400 تيستس، انما في الهايبريد بسنانه هم 3 تيستس بس. 2 على اليمين وواحده على الشمال. واللي فاصل الاثنين دول عن الواحده دي الفيميل جينيتال سيستم. هو عباره عن اوفري نازل منه الاوفوتايب وتحتيها الفيتلاين جلاندز. وايه اللي طالع على جنب ده؟ يا ابن انت لاترال ايه؟ فاجينا اللي راح تفتح في اللاترال كومن ده دخل. اليوترس ما يبانش زي كل مره. فاكر اليوترس؟ كان بيبقى طالع كده زي المسمار اللي فوق كده وبلايند. هنا برضه بلايند يوترس بس كونفليوتد وراكب ورا الاوفري مستخبي ورا الاوفري يعني مش بيترسي. كل تيستس خارج منها فاز افرنس يلحم في الفاز افرنس بتاع الثانيه يلحم في الفاز افرنس بتاع الثالثه يعملوا فاز افرنس يفتح في الكيس اللي اسمه سيرا ساك اللي بيفتح برضه في اللاترال كومن جينيتال فول. اللي قدامنا دي الماتيور سيجمنت اوف هايبريد سنان. البيانات تيستس ودي برضه زيها دي برضه تيستس ديا سر الساك وده كومن جينيتال بور وده فاجاين وادي الاوفو تايب وادي الفيتلاين جلانز. ادي يا دكتور الماتيور سيجمنت اوف الميريبس نانا. الجرافيت سيجمنت ما فيهاش الا اكز وبس. اهي هتروح عامل مستطيل وماليه دوائر سودا وخلاص على كده. يعني الرسم سهل جدا بتاع الاتش نان. ونحط الكومن جينيتال بور على جنب وادي ريمننت اوف فاجينا وريمننت اوف سيرا الساك. دي الجرافيت سيجمنت بتاعت الاتش نان وادي برضه الكومن جينيتال بور. دي كلها اكس. اهم رسمه في اتش نان البيضه بتاعتها بتبقى دبل ليرد. اللير الجوانيه بتسيب مسافه كبيره بينها وبين اللير اللي بره. اللير اللي جوه دي بيبقى خارج منها بروزين صغيرين مثلثين مدببين كده قصاد بعض اسمهم تو نوبس. جوه هنا بنلاقي الهكساكانز امبريو. خارج من النوبس دي حاجه اسمها فيلمنتس شويه شعر كده من 4 إلى 6 فيلمنتس. دي الايج بتاعت الهايند ريب سنانه هي اهم رسمه في الاتش نان. شيب سفيريكال سايز 40 مايكرومتر شيل دبل ويز تو نوبس اند 4 لـ 8 فيلمنتس. اللون ترانسبيرنت شفافه. الكونتنت هيكسا كانز امبريو. ادي البيضه بتاعت الاتش نانا
عايز ترسم البيضة على جنب في الصفحة إياها بتاعت الإيه؟ السايكل، عشان أنت فيها سايكل إن شاء الله. يعني البيضة ما بترسمهاش مع دول. ده الإسكوليكس، دي ماتيور سيجمنت، ودي الجرافيت سيجمنت بتاعت اتش نان. أنا عايزك بقى تجيب لي صفحة بالعرض وتكتب لي عنوان يا بنسمع دايركت سايكل. عنوان كده فوق السايكل المباشرة. وتكتب بين قوسين نو نو إيه؟ نو انترميديت لوس. ايوه كده تكتب العنوان بتاع الصفحه بالعرض دايركت سايكل السايكل المباشر وتكتب بين قوسين اللي ما فيهاش يعني نو انترميديت لوس. طيب نمسح بقى ده ونبدا في السايكل. مش همسح الايه طبعا عشان دي اللي هبدا بيها السايكل. الإيدز دي بتنزل في الأسطول بتاع البني آدم. أنا بتكلم كلام مهم جدا وأنت مش مركز معايا. لو سمحت باس وذ ستول أوف مان هتنزل في السويل. بص بقى يا ابني اسمعني لو سمحت. الراجل ده اللي عنده اتش نانا أو العيل الصغير ده عمل ديفيكيشن. فاكر المكان المهابل ده؟ ورا الشجر. فالدبانه خدت البيض وديته لواحد تاني. يبقى ده اوت ولا هديره؟ هديره انفكشن. وهو بايده خد الاكس بتاعته وحطها في بقه تاني. يبقى ده اسمه ايه ده؟ اوتو انفكشن. يبقى الطريقتين موجودين الهدير والاوتو. يعني هو هيعدي نفسه وهيعدي غيره بمين؟ بمين يا ابني؟ بالبيضه. يبقى البيضه دي ايه؟ ايه؟ انفكتيف ستيج. دي اول انفكتيف ايه؟ طب تاني ولا تالت ولا زوفا بقى؟ طب اول انفكتيف ايه كانت التانية سوريال ايج وبتعمل سيستي سيركوزس. تاني انفكتيف ايج بتاعت الايفانيكوكس وبتعمل هايلاتيدوزس. تالت انفكتيف ايج بتاعت التانية مالتيسيبس والتانية سيريالز الهوب دول تلات ورقات وبتعمل سينيوروزس. رابع انفكتيف ايج اهي بتاعت الاتش نان وبتعمل هايمنريبيزس نانا. يبقى الايج دي انفكتيف ولا لا؟ انما انت رادد وكمان وقعت في الاسطول بتاع العيان تبقى ايه كمان؟ دايجنوستيك. يبقى اول مره واخر مره البيضه قايمه بالواجب لوحدها انفكتيف اند دايجنوستيك ستيج. عشان كده لازم هترسمها في الاتش نان. اي سؤال اتش نان انا عايز منك رسمه هرسم مين على طول؟ البيضه عشان هي قايمه بالدور الانفكتيف والدور الدايجنوستيك. يبقى سيادتك هنكتب كده على الايج انفكتيف اند دايجنوستيك ستيج. ده في السايكل المباشر ولا غير مباشر؟ المباشر اللي هي الدايركت. طيب يبقى اكس هتبقى انجستد باي اذر مان ان كونتامينيتد فود وده نسميه ايه ده؟ هيتيرو انفكشن or by the same man وده نسميه دكتور اوتو انفكشن. حلو. الايدز اللي كانها دي هاتش inside the human of small intestine of man يخرج منها العفريت الاحمر صح؟ ما بيعملش غير حاجه واحده. ده يعمل ايه؟ يروح خرم الحيطه بتاع الانتستين صح؟ كل مره بيعمل ايه بقى؟ بيوصل للدم ويلف صح؟ ويمشي العباءه براحته. ايه المره دي مؤدب؟ هيخرج من الحيطه بتاع الانتستين ويقعد في الانتستين وخلاص. ويروح قلب على الارض. يعني ابن حلال. طيب اسمعني بقى، اسمعني لما اكمل. هيكسا كانت امبريو بنتريت انسايد وول اوف سمول انتستين اند ترانسفورم تو لارفا 2. ما هو الهكسا كان زي ايه لارفا 1 كويس؟ طيب شكلها ايه لارفا 2 اللي قاعده في الفلاي دي؟ قاعده للتحديد في الفلاي اهو.
ليها سكوليكس مدور كده وسيست كبيره، وبعدين ليها ديل قصير من تحت كده. دي اللارفا اللي قاعده جوه الفيلاي ناتج تحور الهكساكنز امبري، وعندها برضه عادي خالص الاربعه سكرز بتوعها، واحد اثنين ثلاثه اربعه. وعندها صف القطاطيف اهو، اسمها ايه اللارفا اللطيفه دي اللي قاعده في البلاي؟ سيركو سيستيك سيستي سيركويد لارفا، سيركو سيستيك سيستي سيركويد لارفا قاعده في البلاي. تقعد في البلاي 3 4 ايام، يعني هو هيتحول في البلاي من هيكسا كنز امبريو للاربا دي 3 4 ايام. واول ما تتكون تكتبها، تروح خارجه من اليومن او خارجه سوري من الول اليومن الثاني، نكتب اهو سيركو سيستي سيستي سيركويد لاربا ريتيرن باك to the human of small intestine of man. في خلال 3 إلى 4 أيام تتحول لأدلتس، أدلتس يجيب إكس من الجد. الناس اللي بترسم وما فهمتش حاجة، خليكوا معايا 30 ثانية بالظبط ومش همسح حاجة. عايز أفهمها لك ومش همسحها، اسمعني لو سمحت، مش عايز حد يبص في الورق بتاعه. البيض ده هينزل في براز العيان، صح؟ ورا الشجرة هنا أهو، البيض ده ماتيور ولا إيه ماتيور؟ كل إكس سيستود ماتيور ما عدا واحدة، الدايفيل وفرميتر. طيب، نزل في السويل. البيض دون هياكله نفس الشخص بإيده، يبقى اسمه إيه ده؟ أوتو إنفكشن. يا إما الديباني هتاخد البيضة تحطه في أكل واحد تاني يبقى اسمه إيتيرو إنفكشن. أنا أو غيري هناكل البيضة دي، تبقى هي إيه؟ إنفكتيف ستيج. وكمان وقع في البراز بتاعنا تبقى هي إيه؟ دايجنوستيك ستيج. طيب، كلنا البيضة. فقست فين؟ في اليومن بتاع الزمول انتستين بتاعتي. خرج منها العفريت الأحمر ده، اللي هو اسمه إيه؟ هيكسا كنز إمبري. راح ناطط جوه الحيطة بتاعت الانتستين عندي. ملفش في الدم بتاعي. قعد 3 4 ايام قلب على سيركو سيستيك سيستي سيركويد لارفا، اللارفا العجيبه دي. يعني دي هتتحول مين دي؟ يعني دي كانت في الاصل ايه؟ هيكسا كنز امبريو. بقت كده في قد ايه؟ 3 4 ايام. فين بالظبط؟ في الفلاي بتاعتي. اول ما اتكونت راحت نطه تاني في اليومن من جوه الحيطه لبره الحيطه. كويس؟ 3 4 ايام راحت قلب على ايه؟ هضت وجابت بيض من جديد. في اسهل من كده؟ مين يا جماعه السايكل دي؟ مين الانفكتيف؟ الاكس. وايه الدايجنوستيك؟ الاكس. ايه المود اوف انفكشن؟ المودز اوف انفكشن يا اما انجستشن اوف ايج ان كونتامينيتد فود او درينك، يبقى اسمه ايتيرو انفكشن. يا اما انجستشن اوف ايجز اوف ماي ايجز، ها صح ولا لا؟ اسمها ايه؟ اوتو انفكشن. اول مره واخر مره على فكره اللارفا ما لهاش اي قيمه في السايكل، ولا انفكتيف ولا دايجنوستيك. شفتوا ما لقيتش ان انا كسره كل القواعد زي ما كنا في الاول؟ كل حاجه عندها بالعكس. اكثر سيستوده منتشره في مصر هي الاتش نان. السيستوده الوحيده اللي عندها صف واحد من خطاطيف مش اثنين او سبعه، مين؟ هي الاتش نان. الوحيده اللي عندها ايه صحيح؟ اوبشن. مين الاوبشن؟ العائل الوسيط. شفت هنا عائل وسيط؟ لا سمح الله، مفيش مان تو مان ترانسميشن. الوحيده اللي عندها العائل الوسيط اوبشنال مش في دماغها. الوحيدة اللي عندها البيضة قايمة بالواجب انفكتيف ودايجنوستيك. الوحيدة اللي اللارفا مالهاش لازمة ولا انفكتيف ولا دايجنوستيك، صح ولا لا؟ كل ده في الاتش ان. طيب، قبل ما اخش على السايكل غير المباشرة واحشر لك عائل وسيط، دودة في السمول انتستين تعمل ايه؟ نافذة وتطلع تجري ولا حاجة خالص، بس كده، ماشي؟ الورق كاتب لك شوية رغي كتير، يقول لك انيميا وتوكسيك مانيفستيشن، الكتاب لغى ده كله. نافذة وتطلع تجري يا دكتور. فهمتني ولا لا؟ طيب، عايز اشخص الاتش ان ان، اشخصها ازاي؟
ما تيجي نسيب الورق شويه خليك معايا. انا بكلمك في اللي انا بقوله بقالي 5 ساعات. دودة في السمول انتستين بتاعتك وبيض نازل في السول بتاعك، يبقى عشان اشخص الدودة حلل ايه؟ السول، وادور فيه على مين؟ على البيضة، وارسمها بتفاصيلها ببيانات. ولا كلمة زيادة، ادي التشخيص. العلاج الدوري اصحابنا فاكرهم؟ برازي كوانتيري والتاني مين؟ ها؟ اليوميسان اللي هو النيكوزامايد اللي هو كونترا انديكيتد في واحدة يتم يا سوليوم، عشان هجيب ايه لو خدناه؟ سيستي سيركوزس. ايوه كده. في نقطة خطيرة هنا اسمعها. هنا بقى بالذات في الاتش هنا هيقول لك ادي برازي كوانتيل ولا ادي يوميسان، مين أحسن؟ هو في كل الدود الاثنين زي بعض، مع طبعا الثانية سوريا، صح؟ إنما هنا الاثنين زي بعض، ليه بقى؟ اسمعني لو سمحت. دلوقتي أنا عندي في المرحلة دي، هنا هو في الحتة دي كده، بص لي يا ابني، الحتة دي مهمة. في الفيلاي، في إيه في الفيلاي؟ مين قاعد في الفيلاي؟ دول، صح؟ سي مثلا 10 من دول في الفيلاي. هل كلهم بيطلعوا مرة واحدة ويبقوا ادلتس 10 ادلتس؟ لا، بيطلع 5 وبعد اسبوع يطلع 5. إذا دول مش بيطلعوا مرة واحدة من السمول انتستين من الورم اليومن الأرباط الوحشة دي، لا ده بيطلعوا دفعتين. على كام دفعة؟ على دفعتين، وبينهم قد إيه؟ حوالي أسبوع. البرازي كوانتين بيقتل الأدلت ده هيك ويقتل اللارفة دي جوه الفلاي، لأنه بيمتص من الفلاي. إذا ده حلو ولا وحش؟ ده سوبر. حد جرعة واحدة من برازي كوانتين تروح قاتلة دول في اليومن وتروح قاتلة دول في البلاي، ومتشكرين جدا لحضرتك، صح؟ إنما اليوميسان ما بيقتلش غير الأدلت بس. فلو اديت جرعة يوميسان يوم يقتل لك دول، صح؟ العيان يحس إنه ارتاح فعلا، والمغص والإسهال راح. أسبوع بالظبط يحصل انتكاسة وترجع الاعراض تاني. ليه؟ هو اتعدى تاني؟ لا، ده الخمسه اللي كانوا نايمين جوه نطوله بره وبقوا ادلت، صح؟ لان الدواء اللي خد الاسم يوميسان ما بيمتصش، ما بيقتلهمش في البلاي. يبقى اعمل ايه ساعتها؟ ارزعه كمان شريط يوميسان عشان يقتل النيو ايمرجنج ادلتس، فاهمين؟ يبقى مين احسن من الاول والنهائي؟ البرازي كوانتين في الاتش هنا ولا اليوميسان؟ البرازي كوانتين بيكوز ها هناخده جرعة واحدة تقتلك اللي جوه واللي بره، صح؟ انما اليوميسان لا، لازم نعيده مرتين لو بيقتلش غير بره بس، فهمت دي؟ طيب انا عايز بقى اعمل سايكل غير مباشر. الحته دي بقى هي اخر حته مهمه في الحصه، من بعديها شويه رسم وتقيل وتطلع تجري. نعم. هو ده. ركزوا معايا بقى، عايز اكمل والله. اخر حته فيها دماغك بجد، فهمتها، متشكر جدا ليك والاستاذ. خلاص كده بقى الدنيا زي الفل. انا عايز ادخل عقل الوسيط في السايكل دي. بص بقى ادخله ازاي ده؟ مين هو اصلا وادخله ازاي؟ برضه ما حدش بصص لي برضه. الكلام ده مش ورا لو سمحت، ده عندنا بس اهو. العقل الوسيط اللي هحشره فيكتور تاني، حشر، بقول تاني، ومين الاولاني؟ سايكلاش. ده كان في مين؟ في دايفيلوبوثرا ريتم ودايفيلوبوثرا مانسوناي، صح؟ كان في فيكتور اسمه سايكلوبس. مين بقى الفيكتور رقم 2 والاخير عندنا في السيستود؟ حشره شكلها غريب جدا، ليها بق كده والبق ده مليان سنان، شبه اناكوندا كده، شبه التعبان. وادي عينيها وعين الناحيه الثانيه. الثوركس، اعوذ بالله، ايه المنظر ده؟ الثوركس 3 سيجمنتس، يعني ده الثوركس بتاعها. البطن بقى 10 سيجمنتس ومليانه شعر. ايه الشيطان اللي انا رسمته ده؟ دي حاجه اسمها لارفا اوف فلي. اسمع بقى، انا قلت لك السايكلوبس اسمه بغلوط برضه، بس بغلوط الميه. لكن في حاجه بجد اسمها بغلوط بقى، اللي احنا نعرفها بتاع القطه والكلب ده، عارفين ده؟ الحشره الصغيره دي اسمه برغوث الارض، ده برغوث البر ده اللي بيقعد تحت المخدات وفروه الكلب والقطه والمعزه. البرغوث ده لما كان لسه صغير، ما يعني ما طلعش مره واحده ادلت فلي من البيضه، طلع كده الاول لارفا من البيضه، ودي كبرت بقت ادلت فلي. يا ابني الكلام ده مهم جدا. في حشره صغيره لونها يتراوح من اصفر لاسود، يعني بين البنين كده، حاجه زي ما البني كده، مهم يعني، اسمها فلي برغوث، بتعيش فروه الكلب والقطه والمعزه والكلام ده. وعضاده تقرص، يعني
بلاد سكر الفود بتاعها دم اسمها ايه ديا؟ بارهوت فري. لما طلعت من البيضه ما كانتش قادره تفري اللي بيقعد ده كداك اسمها ايه؟ لارفا فري. هي دي الفيكتور اللي هدخله في السايكل دلوقتي. شايف بقه ده الفرشوين اللي هو ايه للمضغ يعني عنده سنان زينا، انما دي لما تكبر تبقى ادلت. بعدين في القرف ده وبعدين ركز معايا بقى، دي لما تكبر تبقى ادلت البق ده بيضمر خالص بيختفي ويطلع مطرحه شنيور كده، شنيور طويله كده. دي اللي يمص بيها ايه يا دكتور؟ الدم بتاع الكلب والبقه. بص الكلام واضح ازاي؟ يعني لما كان لارفا كان بيمضغ وياكل زينا، ما كانش عنده ايه؟ البتاع بتاع السكر ده، صح؟ كان بيمضغ وياكل زينا، يعني ممكن ياكل البيضه دي في الاسطول ويبقى سايكل، صح؟ لكن ده لما كبر بقى ادلت ربنا خفى بقه لغاه، بقى عنده حاجه ثانيه ايه؟ طويله زي الايه؟ المسمار كده، والفود بتاعه اتحول من اورجانيك ماتيريالز اللي هو الاكز والاسطول والكلام ده الى بلاد، صح؟ يعني اللي ينفع عائل وسيط مش الادلت فلي، مين؟ اللارفا فلي. ليه بقى؟ لان ليها ماوس بارت ادابت الفرشوم، صح ولا لا؟ ادابت للمضغ يقدر ياكل ستول وياكل بيض ويبدا السايكل. انما الادلت فلي يعني ده لما تكبر ما تنفعش تبقى عائل وسيط، ليه؟ لانها اساسا مش هتعرف تاكل البيضه، لانها ايه؟ ماوس بارت بتاعها ادابت فور ايه؟ بيرسينج ذا سكين اوف انيمال اند ساكينج بلاد. اقول تاني، في ناس مش فاهمانه لسه. مين دي يا ابني؟ الاربع فلي. يرقد حاجه اسمها البارهوت. البرغوث الأدلت راسه تبقى مثلثة كبيرة كده، وعنده عينه اهي، وعنده ثلاثة ثراسك سيجمنت صغار، وبطن كبيرة جدا وشغلانة، بس المهم بقه ده، شايفين بقه؟ مفيش سنان، مفيش بق أصلا زي دي، عنده المسمار اللي بيمص دم، لأن ربنا قال له أنت أكلك خلاص اتغير، لما كنت يرقة ممكن تاكل براز، تاكل طين، تاكل سويل، تاكل إكس بتاعت الديدان، ممكن، لما كنت لارفا، لكن لما كبرت بقيت أدلت خلاص. بقى اكلك دم بس، تاخده منين ده؟ من ظهر قطه، ظهر كلب، فاهمين؟ اذا ده بمنظره دي ينفع ياكل الايه دي؟ لا، لكن دي تنفع تاكلها وتشتغل سايكل، صح ولا لا؟ يبقى المره ال 500 اللي ينفع عائل وسيط في السايكل دي الادلت فلي ولا اللارفا فلي؟ اللارفا فلي، اختلاف بينهم جوهري. طيب تعال نشيل الادلت خالص وندخل اللارفا فلي في النص، خليه معايا. يلا صفحه بالعرض وارسم البيضه برضو كده على الاول، اقول على اليمين واكتب اندايركت سايكل، السايكل غير المباشره اللي فيها يا دكتور هنحط عائل وسيط. تعرف لازم نوصل لاي شكل في نفس الحاجه. كلب ياكلها ولا حاجه؟ يلا يا دكتور دلوقتي الايج دي طبيعي جدا برضه. الادلت في السمول انتستين بتاعت راجل عيان، يبقى البيضه هتنزل مع ايه؟ راجل عيان مع الاسطول عادي جدا، ورا الشجره برضه عادي اهو. الاكس باس ويز ستول اوف مان. اسمع بقى، مين بيتمشى في وسط الطين ده وجعان وربنا مبرمجه انه ياكل اورجانيك ماتيريال زي الاسطول والسويل؟ اللارفا اوف لي. يبقى البيضه دي مين اللي هياكلها دلوقتي ويبدا السايكل؟ اللارفا اوف لي. واحده واحده عليا بقى، يبقى الاكس هتبقى ان جستد باي ال او اف ليا، هتبقى لارفا او فري لحد اخر الحصه. طيب انسايد جوه اللارفا او فري الايجز هاتش هتفقس اند اكسا كانز امبريو دكتور اكمل بس ترانسفور تو اللارفا فاكرها اسمها ايه؟ سيركو سيستيك سيستي سيركويد. مين يا دكتور؟
نعم. عرفت الرقم؟ لا طبعا لا 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 للتوضيح بس. خليك معايا لو سمحت. دكاترة أنا ليه سامع رجلي ورا؟ أنا عايز أخلص الحصة في هدوء لو سمحتوا. يبقى في السايكل المباشرة إحنا اللي كلنا البيضة وعملنا السايكل صح؟ سواء بغرطة أو بهديره. لكن السايكل غير المباشرة مين اللي أكل اللي إجوا بدأ السايكل؟ الأربع وفري. وجوه الأربع وفري البيضة تأذت طلع منها مين؟ إكساكنز الإمبريو قلب على إيه؟ السيركو سيستيركو. يعني بص الأربع وفري كان فيها إيجا هي وجواها الإمبريو. الإمبريو خرج أهو وراح عامل لك الأربع اللي هي كده دي فاكرها؟ أموديل. يبقى دلوقتي أصبح الأربع دي فيها إيه؟ الأربع الكبيرة دي فيها الأربع صغيرة، الأربع الحشرة فيها الأربع الدودة صح؟ بس خلاص واحد قاعد ياكل في البيت مع المدام راحت الاربع وفري محمله بالسيركو سيستيك نطروا في الاكل بتاعه راح واكلها اكسيدنتال. الاربع وفري تتهضم جوانا احنا كبني ادمين، انما الاربع الدوده اللي اسمها سيركو سيستيك تشرط في الانتستين بتاعتنا تتحول لادلت من جديد. يبقى في السايكل اللي شرحتها دي مين الانفكتيف ستيج اللي انا اكلتها جوه الاربع وفري؟ ايوه دي بقت هي الانفكتيف ستيج. طب ايه الدايجنوستيك ستيج اللي ما بتتغيرش؟ الايكس. شفت الدنيا اتقلبت ازاي؟ في السايكل دي مين ديفينيتيف هوست؟ مان. طب مين انترميديت هوست؟ الارفا وفلين. مين انفكتيف ستيج؟ سيركوسيستيك سيستي سيركويد. مين دايجنوستيك ستيج؟ الايكس في السول بتاعها. سايكل غير الثانيه خالص. نكتب بقى الكلام مان becomes infected by accidental ingestion of larva of flea containing circocystic cysti سيركويد. بس خلاص سيركو سيستي سيستي سيركويد becomes adult in the small intestine of man to get examined. ده كتر عشان خاطري السايكل دي مفهومه ولا لا؟ الاكس دي وقعت في براز العيان عادي ما كلهاش عيان تاني، مين اللي كلها؟ اللارفا في الحشره الفيكتور، اوعى تنسى تكتب فيكتور عليها، دي الفيكتور رقم اثنين. طيب جوه اللارفا اوف فلي هو الفيكتور ايه اللي حصل؟ النبي اللي انت قايل لي الايك فاسد، خرج منها مين؟ اكساكنز امبريو، قلب على ايه؟ سيركو سيستيك سيستيكويد جوه اللارفا اوف فلي. انا بقى بني ادم تاني غير ده، اتعديت ازاي؟ بالصدفه كانت اللارفا اوف فلي ومعاها السيركو سيستم صح؟ جوه بطني اتهضمت الاربع وفري، لكن السيركو سيستم بقت قضت وجابت البيض من جديد. السايكل دي مين ديفينيتيف هوست؟ اكتب معايا اهو ها مين ديفينيتيف هوست يا دكتور؟ مان طبعا اكتب وسطيها كده. مين انترميديت هوست؟ لا اكتب الاربع وفري صح؟ طيب يا دكتور مين انفكتيف ستيج؟ السيركو سيستيك سيستم كويس. طب مين دايجنوستيك يا دكتور؟ الاكس. اكتب الكلام ده جوه في قلب الايه؟ الاندايركت سايكلينج. طيب تعال نخش على الدوده رقم 10. لسه خلصت على فكره، خلاص فاضل شويه رسومات. الدوده اللي عليها دور كوبي من دي بس هغير شكل الايه؟ سكولكس والحاجات بتاعتها. اللي بعدها كوبي منها وغير شكل الرسم خلاص. يا جماعه الدوتين اللي جايين ان دايركت سايكل كوبي من دي خلاص، يعني مش هقول ولا كلمه زياده هغير الاشكال بس. النانا الوحيده اللي فيها دايركت وان دايركت صح، انما اللي بعدها واللي بعدها ان دايركت بس، يعني لازم دي موجوده. يا الله يرحمه. على فكره ممكن تلاقي صلصال يقوم الواجب برضه، ما هو برضه بينطق كويس. ممكن تلاقي خنفسه عادي مكتوب لك كده في ورقه وكتاب بيتلز وكوكروشز، لكن يا دكتور الاساسيه عشان دماغنا النار بقى فيه.
عايز بقى نشوف الدودة اللي بعدها. في النص كده مكتوب in case of direct cycle صح؟ خليها لي in direct cycle كارثيه مش مهمه مش طبيعيه. يبقى هنا نصلحها ربنا صفحه 55 في النص كده هتلاقي كلمه in case of direct cycle خليها لي in direct cycle. خلينا بس اطول سنه بدل 2 3 سم 30 40 سم خليك معايا لو سمحت. قبل نلبس دايمينيوت كوبي منها موجوده على طول في السمول انتستن بتاعت الفران عشان كده اسمها ماوث تيب ورم. واحنا معاكم احنا مع الفران برضو عائل اساسي ماشي يا دكتور لو سمحت ركز معايا. يبقى لما اقول لك مين ديفينيت الجروس الدوده دي تقول لي الفار والبني ادم. البني ادم والفار ماشي احنا والفران عائل اساسي. يبقى احنا والفران الدوده دي موجوده في السمول انتستين بتاعتنا. العائل الوسيط هو ده بالظبط العفريت ده اسمه ايه؟ اسمه الوحش ده؟ الاربع وفري. يبقى السايكل دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت كوبي من دي بالظبط. الدوده والله كوبي وبيست من الشنانه باختلاف الاسم اللي فوق وشويه حاجات صغيره زي ايه مثلا؟ زي الايك دي شيل منها الفلنس ما تبقتش دايمنيوت. متشكرين جدا اهو هي نفس الدوده بالظبط بس هنشيل الفيلمنت وبدل ما 40 مايكرون تبقى 80 مايكرون. ادي يا عم البي ادي فرق. اسمعني لو سمحت. فاكر يا دكتور السيركوسيستك سيستي سيركويت كان شكلها ايه؟ اللي لابسينها دي بطيخه دي موديل فاكرها؟ كان عندها ايه نوع في راسها او الحته دي؟ اربع سكرز وبس وهوكس شيل الهوكس بس يا عم ادي كمان فرق من غير هوكس. السيركوسيستيك سيستي سيركويد نو هوكس. يبقى البيضه شلت الفيلمنتس والاربع شلت الايه؟ الهوكس والباقي كله كوبي وبيست. دكتور يعني لما اقول لك اتش باي منيوتا دي اللي فوقيه دي مين الفيكتيف ستيج؟ مين يا جماعه الفيكتيف ستيج اللي لقيناها جوه الاربع وفري؟ سيركوسيستيك سيستي سيركويد. طب مين الدايجنوستيك ستيج؟ الاكس اللي مسكوه. ايه المود اوف انفكشن؟ اكسيدنتال انجستشن اوف لارفا اوف مي كونتين سيركوسيستيك سيستيك لارفا. في اسهل من كده؟ دوده خلصت الباقي كله از 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 اتش نان. ناخد اللي بعدها. يلا بقى نكمل. ناقص اخر واحدة يا ابني وتروح. تراي انا عايز اوطي صوتي بس نسكت لو سمحت. يا دكتورة بعد اذنك انت وهي لو سمحت وقف من فضلكم. طيب ليديام كناينم داي يعني كام؟ اثنين. بليديوم يعني فيميل جينيتال سيستم. يبقى الدوده دي عندها كام؟ فيميل جينيتال سيستم؟ اثنين. كناينم جاي من الكناينز يعني دوده ايه دي؟
دودة بتيجي في البني آدمين والكلاب. اسمع يا ابني، اللي كان يكوكس كان كلاب بس، فاكرها؟ الدنيا مالسيبس والعالم دي كان كلهم كلاب بس، احنا كنا عقل وسيط. انما دي لا، احنا والكلاب بتجينا في سمول الديستن بتاعتنا، يعني احنا والكلب ايه؟ ديفينيت بوز عادي خالص. والسايكل يا دكتور، يا ابني اسمعني، السايكل غير المباشره دي بالظبط، كوبي وبيست برضه، ما فيهاش ولا كلمه زياده، اس بيفور. امال هغير ايه؟ هغير شكل الاسكوليكس والماتيور وجرام سيجمنت والبيض بس كده، جاست بس. يعني قصدي مفيش كلام، جاست رسومات وبس. طب هي نفس السايكل، مين اللي معاه الفيكتور ستيج؟ مين الفيكتور ستيج؟ ايوه اسمها ايه؟ بس نفس سيركو معلش، اسمها بص كريبتو سيستيك سيستي سيركوين. دكتور طب الكريبتو سيستيك سيستي سيركوين ايه الفرق بينها وبين دي في الرسم؟ بص شلت ايه؟ شلت ايه انا؟ شلت الدي وهرجع تاني يا دكتور الهوكس بس كده. دي اللي اسمها كريبتوسيستيك سيستي سيركويد اللي هي الانفكتيف ستيج بتاع ذا ريديان كلاين. طب مين يا جماعه الدايجنوستيك ستيج اوف ذا ريديان كلاين؟ زي اللي قبلها زي اللي قبلها. ايه الاكس في السور؟ ايه المود اوف انفكشن اوف ذا ريديان كلاين؟ زي اللي قبلها واللي قبلها. اكسيدنتال انجستشن اوف ايه كونتيننج ايه؟ الاربع فري كونتيننج زي كريبتوسيستيك سيستي سيركويد الاربع. أربع أسماء ترسيم ونطلع نجري خلاص بس مهمين لو سمحت. أول حاجة الاسكوليكس بتاعها عنده لونج روستيلوم. روستيلوم كبير، احنا خدنا اللي ما فيهوش هوكس وخدنا بواحد وخدنا باثنين ناقص ابو كام؟ ابو سبعة، اهو ده اللي عنده سبعة روز اوف هوكس. مش لازم ارسم سبعة طبعا، أنا هرسمهم ثلاثة أربعة، هم أكتر من اثنين وخلاص. خمسة هم. احنا خدنا كلهم تينويد هوكس. ناقص الروز. ناقص ايوه روز فورن هوك، الخطاف قاعدته دايره وليزن واحد بس. وادي عندنا برضه نفس القصه اللي هو ايه ده؟ سكوليكس السكر اللي في وشنا، سكر الناحيه الثانيه، سكر على الشمال وسكر على اليمين اهو. شبه المعين رومبويدال انشيب او دايموند انشيب. رومبويدال سكوليكس عشان قلبي يرتاح. هو اللارفا فلي والادلت فلي اثنين عادي مفيش مشكله ينفعوا في الغير سايكل يعني هي و ليه؟ لازم اللارفا بس مش كده؟ ليه اشمعنى؟ عشان بقاها فيه سنان. انما انت لا ما بعرفش اساسا ايه ياكل صح؟ ما بعرفش يبدا السايكل. هتلاقي واحد في شافه يرخم يقول لك لا تصدق ينفع؟ اسمعني لو سمحت. ينفع الادلت فلي. عارف قصده ايه؟ لو كان لارفا في الاول وكان البيضه بس ما ايه ما اتاكلش البني ادم فضل يكبر يكبر عمره طول يعني اللارفا كبر بقى الارض مش كده؟ وستيل في بطنها ايه من زمان؟ اللارفا بتاعت الدوده وانت كانت الارض بالصدفه تتعيد بس برضه تقول له ان مش الارض ده هو اللي بدا السايكل فهمت ولا لا؟ مين اللي بداها؟ لما كان لارفا فهمتوني؟ طيب حلو ادي الاسكوليكس. الماتيور سيجمنت بتبقى عامله زي البرميل دي اللي خدناها في سيكشن الاسبوع ده. بارل شيب سيجمنت عنده اثنين في ميل جينيتال سيستم زي ما اتفقنا. ادي اوفري عامل زي حدوه الحصان اهو وادي الاوو تايب وادي البيتلاين جلاند وادي كمان اوفري اهو وادي الاوفو تايب والبيتلاين جلاند فاجينا على اليمين
وفاجينا على الشمال. وكل فاجينا فاتحه في سيبرت كومن جينيتال بول، واحد يمين وواحد شمال. بقيت الفيلد هيبقى التست. مش عدد محدد برضو هقدر اقول التست. دي الماتيور. كومن جينيتال بول. وهنا برضو كومن جينيتال بول. ده اوفري ودول اوفوتايل وده فيترلاين بلانس وده تيست. طبعا ده الفاجينا. دي الماتيور سيجمنت. الجرافيت سيجمنت هي هي ايوه مستخبي مستخبي ورا الغبر. ودي السر الثاني. هنا هنلاقي كومن جينيتال بولز على الجناب وبواقي فاجينا وسر الثاني واجزوا بس على كده. ادي فاجينا يمين وفاجينا شمال. وادي سر الساك يمين وسر الساك شمال. نرسم بقى الاكس. ايه عامل البيض الكبير ده؟ اصل يا دكتور مش بيضه واحده. دي كبسوله فيها بيض. دي اسمها ايه؟ كبسول. لسه حاسبها مره لوحدها. وده الكومن جينيتال بول ودي الفاجينا ودي السيرس ساك. طب لو كبرنا بيضه من الكبار دول تطلع مش بيضه واحده، تطلع كبسوله فيها 15 20 بيضه. اهي كل واحدة دبل لير. دي كبسولة واحدة فيها حوالي 7-8 بيضات. متحوطين من بره لكبسولة واحدة بالمنظر ده. جوه كل واحدة في الهكساكانز امبريو بتاعها. يبقى يا جماعه الدايبريديوم كراينم مش بتنزل ايج واحده والثانيه بعدها وهكذا، بتنزل ايج ايه يا دكتور؟ ايج كبسولز كل واحده فيها 20 30 بيضه من دول. دي يا دكتور اللي اسمها ايج كبسول. طب انا لو طلعت بيضه واحده منهم وشفت بياناتها ايه؟ شيب سفيريكال سايز 40 مايكرومتر شيل دبل اللون يلو الكونتنت هيكسا كانز امبريو. هسأل سؤال اخر كلمة، هي دي بيانات كل دي ولا واحدة منهم؟ واحدة منهم. اخر بقى كلمة بجد والله اخر واحدة والله اخر واحدة. الجرافيك دي لو سمحت بتنزل مع الايه كبسول في الاستول تبقى ايه رخاء دايجنوستيك. يبقى تكتب كده على جرافيت دايجنوستيك. اللي عايز بقى يجي يراجع تاني على السيستودي يجي بكره الساعه 4:30 في العيد. I'm going to go to the hospital.
طيب ماشي، ما انت هتجيب الثلاث ورقات.